صارت الساعة 12. خلص بكرة منحكي. ما بدك تنامي؟ لا بدي أقرأ شوي أو أشوف فيلم. ما عندي شي بكرة الصبح، شغل وبح، ليش حتى أنام من هلق؟ وأنا وواجباتك الزوجية. سالم ما رح تقرب علي لحتى اعرف انت مين وكيف بدي اعيش معك. اذا على كيفك احكميني ويحملني لاموتك. والله عم تصرخي؟ عم تصرخي؟ ما في حدا حوالينا يسمعك. وانت يا توبه يا حقيره، بدك تشوفي الاحلام مشان تتذكري هذاك الواطي، هذاك الواطي يا كلبه. لك ما بتكفيني انا صادرك، صادرك بعرف كل شيء عندك. والله لك خبر عليك ليفحوك. والله عم تضربيني يا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هلا ابني، ها؟ ما اسمعك. اسمع، اروح على الميرة لوحدك، انا ما اقدر اروح، تعبان شوي. ها؟ كم مشوار حملته؟ امتى تلحق الباقي ابني؟ الله يرضى عليك، خلاص تصرف انت، تصرف. مع السلامة. خلصتم حصاد؟ باقي شوي ونخلص. بيشي؟ حال قمر ابدا مو عاجبني. تركيها تركيها بحالها، لما تحتاجنا تلقانا جنبها. البنت بعدها عروس جديدة، وبعد ما صار لها شيء. الزواج أوله دائما صعب. المكتوب مبين من عنوانه. ليش هي قالت لك شيء؟ قالت لي تريد تتطلق. تطلق؟ اي اي طبعا، نقوم نطلقها، نسمع كلامها ونطلقها، عشان الناس ما تلاقي شيء تحكي فيه إلا سيرتنا. ما لاقوا شيء يعلكوا فيه إلا سيرتنا. شي يقولون الناس بالله عليك؟ بنت الحاج صالح ما قدرت تعيش مع الأستاذ سالم اللي كل الناس تحلف براسه. صهرك كذاب، بس لازم تعرف انت ما يصير شي هالمرة نندم عليه ويكون الحق علينا كلنا. قمر قمر، قومي، امك وصلت. غسلي وجهك وبدلي ثيابك، ما اريد تشوفك بهذا المنظر. مرت عمي، اهلا وميت سهلا، تفضل. الساعة 9 لساتكم نايمين؟ لا أنا فقط، بس قمر لساتها نايمة. هلا بطيقها. أنا أطيقها؟ لا مرت عمي، لازم تشربي قهوة بالأول. كيف قهوتك؟ ما أريد شي، روح شغلك. مرت عمي، جيت غالية علينا، ما تمشي قبل ما تفطري. تفضل تفضل تفضل. صاير ضاربك؟ قومي 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 يا عيني، قومي قومي يا قلبي، قومي قومي قومي. مرت عمي القهوة جاهزة، تفضلي على الصالون. رح أبقى عندكم اليوم، روح على شغلك. بتشرفينا. شوي 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 لازم تحكي لنا ايش قام يصير معك. في شيء غريب. ليش لا احكي لكم؟ مشان تحكمون الاعراف ويطلع معكم بالاخير اني حلاله ويحق له يعمل فيني اللي يريده. غنمه مشتريها، مقدمي 3 ملايين ومؤخري
خمسة. ما في بنت بكل هالديرة هيك. بس ديري بالك ما تعملي شي وطي الراس. خلاص 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 يكفي. هذا الحيوان عم يغتصبني. تعرفين شو يعني؟ عم يغتصبني. شو في شي أكثر من هيك وطاوة راس؟ شو؟ عم يقفل علي الباب ويسكره بالمفتاح وفاصل التليفون ويهددني إذا بطلب الطلاق. شرف حموني، أنا تزوجت حيوان ابن حيوان وما رح ياخذني برضاتي لو بيعيش 100 سنة. شرف، جيبوا العشيرة وقولوا لهم خلوهم يفهموني. يصير يعمل هيك بالبنت؟ خلاص خلاص لك خلاص، ما انكم قدرانين تحموني وتساعدوني. اتركوني بحالي، اتركوني، انا بخلص حقي منه ومنكم. اخ على حظك المعتر يا مسكينه. تفضلي. دخل فاطمة الممرضة، خليها ترجع على الدوام. أمرش مرت خالي. بتقلي دكتورة، هون ما في مرت خالي، فهمت؟ أمرش دكتورة. والله أنا اللي علي سويته. خليها ترجع مرة ثانية خردانة، والله ما راح يشوف ظفرها توصير بني آدم. اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. احنا ما سألناها، سألناها وافقت، وكل الأحوال هي مرته. وهل تقولون ما يعيبه؟ والله لو كان بخيل قلنا بيها وما بيها. ايه تشالب حشا سامعيني، لاقي حدا كريم يطعمين. إذا تريد توقف معاها لازم اليوم، مو بعد 5 سنين. الذل عادة وقمر ما رح تتعود. يا ولدي هاي أميرة ما هي أي بنت، والأميرة ما تقبل الذل. طيب يا أمي شو نقدر نعمل؟ كثير، ولا هي اللي رح تعمل. وقتها ما حد رح يكون ممنون من اللي تعمله. بس من هالساعة أقول لك هي معاها حق، واللي يريد يقرب منها بكلمة وحدة حسابه معاي. ما قام أصدق اللي يصير. انت جاسوس ولا شوفير؟ مكانك على الباب برا، هون عيادة نسوان، فهمت؟ برا. يا مخلوق شو ما يتصدق لك، كيف الناس تتغير وتصير تافهة وحقيرة؟ ما أفهم. هلق وقع الفاس بالراس. لا وقع لا فاس ولا بطخ. تخيليني أظل عايشة هيك؟ لك حتى لو ردت ما أقدر. شو راح تعملين يعني؟ أعطيته فرصة لآخر الشهر. فهميني شو راح تعملين؟ راح أطلق. وإذا ما وافق يطلقك وأهلك ما وافقوا؟ وقت لكل حادث حديث، بس هالحيوان ما يحلم يمسني طول ما انا عايشه. الله يوفقك يا علي، الله يرزقك يا ابني ان شاء الله، الله يحن عليك بغربتك، الله يعطيك ويزيدك من فضله يا رب. اعطيني. الو علي. الف مبروك يا ابو علي. الله يبارك فيك، كله بخيرك يا ابني، الله يوفقك. لا هذا كله من افضالك. بعد كم يوم ابعث لك مصاري مشان تفرشوا البيت. واي شيء يلزمكم تخبروني، ماشي؟ ابني ما اريد اضغط عليك، يكفينا عايشين بهالنعم. البيت زين زين زين، الحوش يفتح النفس، والغرف واسعة وبلاطها مجلي، ترى مجلي يلمع لمع، اللي جاليها معلم ابنه معلم. ما تقدر تنسى. المهم بعد كم يوم ابعث لك حق الغسالة والبراد والتلفزيون وشوية شغلات. المهم الأولاد ما يتركون المدرسة وانت ما ترجع بيروت. يلعن ابو بيروت، ماني مسافر ابني، لا تخاف ماني مسافر، راح افتح دكان صغير واقعد، يكفي تعب وشقا. المهم ابني انت دير بالك على حالك. بكل الاحوال انا مالي مطول وراجع لعندكم.
يلا سلم على الجميع. الله يسلمك والولاد يسلمون عليك. سلم عليهم سلم عليهم. سلام. والله نخليها تخربت. هل أبو مازن ما رضي إلا ينزلهم 300,000 ورقة؟ الحمد لله رب العالمين، لسه الدنيا بخير. قول الله يتمم علينا بخير يا رب ويعطينا خير هالبيت ويحفظه بنا يا رب. قاعدة كلي. أنا سبقتك أكلت بالمطبخ، والزوجة المطيعة ما يجوز تأكل مع جوزها. إذا ردت أي شيء دهلي صوت. لا حول الله يا رب، لا حول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نصائح جلال الدين الرومي بالإنجليزي كمان. ثقفي قمر. شو اللي بيرضيك؟ ليش شو صار؟ ما أنا مثل ما بدك، امرأة على الصراط المستقيم، بتروح على العيادة مع مرافق وحارس مع أنه غير محرم عليها، يعني شرعا ما يجوز، والعيادة ما يفوت عليها غير النسوان، وخادمة مطيعة تطبخ وتجلي وما تطلع على محل بدون إذن جوزها، وقامت ما جوزها كفي بيغتصبها. هاي الصورة اللي قدرت تعملها عندي خلال أقل من 6 شهور. شايف قديشك قوي؟ في شيء جديد بدي اياه منك، انك تحبيني. شو يهمك؟ بهمني كثير. هاي الدباجة بدك تنساها. انت بتعرف اني ما رح احبك لو شو ما عملت، حتى لو شعلت لي اصابعك العشرة شمل. شو؟ شو في زيادة عني؟ مين قصدك؟ انت تعرفين مين قصدي؟ والله ما بعرف، من بعد ما جيت طلبتني ما تعرفت على حدا، حتى ما شفت حدا غريب غير ولاد اختك. انت تعرفين قصدي؟ لا ما اعرف. لا تعرفين قصدي. تقدر تقول مين؟ بدك تسمعي اسمه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. سالم ممكن تطلع لبرا؟ اريد انام. لا لا، بس انام انا، انت تنامين وهيك. شو هالورطه والحل يا سالم؟ هي ناويه تربيك، بس لو ما هالكلب كان بحياتها ومنغص لي عيشتي. لازم يطلع من جواتها اليوم قبل بكره. بكره بس تجيب ولاد بينتهي كل شيء. الله بيهدي بالها وبالي. بس لهلق ما حبلت، شو عم يصير؟ يا رب ساعدني يا رب. تفضلي دكتورة. اهلا وسهلا دكتورة، تفضلي. يعطيك العافية فاطمة. الله يعافيك دكتورة. خير حكيمة؟
مري أريد أعمل تحليل حمل. إيه وليش ما بتروحي على العيادة اللي عندي ونعمل فحوصات هني؟ لا لا لازم تسوي كل شيء هون وأنا محضرت لك العينة. أريدك تحطين التحليل تحت اسم غير اسمي، في مجال؟ أسهل شيء، بس فهميني شو القصد؟ ما أريد يجيني ولد. وإذا طلعتي حامل؟ وقتها أعمل إجهاض. بس دكتورة، هذا الكلام بيني وبينك ما أريده يطلع لبرا أبداً. أمرك. أنت من كل عقلك بدك تنزلي الولد؟ أي سحر. إذا طلع في ولد أكيد رح أنزله. ما تفكري القرار سهل علي، بس هذا الحيوان ما بينعاش معه. طيب خذي قرار وبلغي لأهلك. ما رح أبلغ قراري لحدا، أساسا أنا أنتظره لحتى يتحيوان، وهي ما هي بعيدة عنه، كل أسبوع وإله حيواني، وهي رح تكون الفرصة الأخيرة لأهلي، يا أما يوقفون جنبي ويطلقوني منه يا أما أنا رح أتصرف. بس ما يحلم يجيب مني ولد، لو يطلع وينزل جبل عرفات ألف مرة. هذا قراري. لو كنت مصممة على علي بنفس القوة ما كان صار يلي بدك اياه؟ يمكن غلطت، بس ما رح أكرر الغلط مرة ثانية. شو إحساسك؟ حامل؟ يمكن حامل. والحيوان بيعرف؟ ما يعرف. هو مفكر إذا جبنا أولاد خلص بتنحل كل مشاكلنا ومنعيش بثبات ونبات. ما يعرف إنه مشكلته هون في مخه، في عقده الأبدية اللي ما تنتهي. مالي عرفانة إلك مبروك ولا؟ قولي مبروك، طلعت مالي عاقر. دكتورة نجاة، إذا الجني الأزرق يعرف اللي صار والله العظيم ما عاد أحكي معاكي. وين بدك نعمل الكورتاج؟ هون بعيادتي. هون؟ إيه هون. هون ما بيمشي الحال، لازم تجي لعندي على العيادة، وغير هيك ما بيمشي الحال. طيب شو رايك بكرة الصبح؟ خليها يوم الجمعة. خدي الإبرة قبل، وموعدنا على الساعة 12 الظهر يوم الجمعة. أوكي؟ زين. لا تواخذيني دكتورة، بس لازم تحطين هاي تحت ضرسك مشان ال... نسيت عندك جواسيس بالعيادة. شكرا كثير دكتورة، تفضلي. خاطرك. الله معك بالسلامة. لا تنسين دكتورة، موعدنا الأسبوع الجاي مشان نكفي تنظيف الأسنان. إن شاء الله. مع السلامة. خاطرك فاطمة. الله معك دكتورة. فاطمة المريضة اللي بعدها. تكرمي دكتورة. عزيزي حازم، أصل يوم الجمعة إلى مطار دمشق، أبقى ليلة واحدة والسبت ألقاكم، مشتاق والحديث لاحقا. ذهني صافي وأعرف بالضبط ما أريده الآن من الفن والحياة والصداقة. الألم ليس سيئا بالضرورة، محبتي للجميع. فؤاد كيفك؟ ليك؟ شو صار مشان شحن التماثيل عالشام؟ اي الله يخليك، ما بقي معي وقت، اريد الحق اودع اصحابي. ماشي منتظرك. اي خلاص اكيد اكيد قرار نهائي. باريس لاهلها. سلام. الحمد لله على سلامتك. كيف صرتي هلق؟ الحمد لله.
هلق لوين نروح؟ خذيني لعند أهلي، ما لي خلق على الأولاد. بس قمر أنت لازم ترتاحي. أرتاح في بيت أهلي مثل ما تريدين. فيق الدكتورة على الغداء. ما تريد تتغدى، اتركها نايمة. أم رشيد، من أول ما جت وهي بعدها نايمة، شو القصة؟ تعبانة شوي، البارحة ما قدرت تنام. لاحظت وجهها أصفر، ليكون مرضانة البنية. خلاص، شغلات نسوان. بدك تراعى المرأة يا سالم، يعني تشد شوي وترخي شوي. والله يا شيخ ما بعرف شو بدي أقول لك. قدم مني إن داير باله على قمر ما في، بس يعني قمر متأثرة بأفكار الدراسة وتحرر المرأة وهذا اللعب الفاضي. يا سالم يا حبيبي، أنت كمان كنت هيك. بدك تطول بالك عليها، بس تصير أم راح تشوفها مختلفة. خير خير، هاي معك حق فيها يا شيخ. غيبني جيب الويلات كلهم معاك، مشتاق لهم حيل. طيب ها؟ ايه وصلوا وصلوا، مع السلامة. يلا يلا، السلام عليكم. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله دير بالك. ايس تفضل. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا شيخ حسن. يا هلا بك، وشلونك؟ عساك الله يعزك، الله يسلمك. يلا الله يطول عمرك. تفضل. يا هلا بالشيخ حسن، نورت، حياك الله. الله يطول عمرك يا حج صالح. يا حي الله. يلا تعالوا. هذا صهرنا هيثم. هلا هلا هيثم، تفضل. شلونك عمي؟ تفضل عمي، تفضل تفضل. حياك حمودي. حمودي السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حليلة النوسة. شو هالحلا يا النوسة؟ لمين الحلاوة؟ قول عمي، قمر هون؟ ايه جتنا من الصبح مع سحر. هي لمين هذه؟ خير، ممكن اشوفها شوي؟ لا خليها نايمة، خليها نايمة، تعبانة. يعني معقول تجي زيارة لعند أهلها وتقضيها نوم؟ وهذا البسكوت الحلو لمين؟ نص بنص حمادي، لا تأكلها كلها، اتركها شو تريد منها، خليها ترتاح. قمر قمر، قومي اجي جوزك. شو بدي أعمل له لجوزي؟ الله يخليكم تركوني أنام، تركوني بحالي. حسبي الله ونعم الوكيل. خلوني أرتاح، ولا هي ما تصير كمان. اتركوها وسكري هالباب وما عاد حدا يجي لهون. طيب باريس علمتني كثير، بس واحد مثلي ما يحتاج ينحت ويشتغل في باريس، ممكن يحتاج يعرض شغله بس. بس على علمي القصة ما بتتجزأ، هيك بتكون قريبة من الأسواق والصحافي والمتاحف. كل هذا شفته وراح أظل أشوفه وأتابعه، وهذا اللي ساعدنا نعرف شو نريد بالضبط، وأنا عرفت شو أريد. أخ بس يا خوفي رجعتك على البلد تكون سبب تعتيرك. يمكن، بس هذا المكان اللي أحبه. قصدك المكان اللي فيه حبيبتك، ما لحد علمي حبيبتك تجوزت. أعرف، بس القصة أكبر من هيك، صعب أشرحها. أقول مجاي على بالي أشرح. حقيقي ما أعرف أشرح، أنت تعرفيني أنا ما أعرف أجامل. مصدقتك، بس أنت غالي علي وأنا حقي خاف عليك.
صدقني هي بلد انحت اخر هم الناس فيها. لا تحاولي معي، انا رجعت وعرفان ليش هون. سعادتي مثل ما هون شقائي. قمر حبيبتي، انت تعبانه؟ لا. مريضه؟ مالي مريضه، بس مشتاقه لاهلي. ولا ما بصير؟ بلا بلا بصير. خير يعني بقيانا هون اليوم؟ بقيانا هون لنهايه الاسبوع. اف اسبوع؟ لا شو اسبوع. بكره اجي واخذك. اتركها اليوم وبكره نشوف. تأمرين حبابة. ما تريدين تفيقي؟ ما بدي أفيق لحتى يروح. وأنا كنت أعمل مع جدك نفس الشيء وقت كنت أزعل منه. أنا ماني زعلانة، أنا ماني طايقته. من أول يوم عرفت إنه ما هذا اللي رح تسعدين معه. شو تعملين؟ نصيبك. حبابة القصة أكبر من هيك. ما أقدر أعيش مع واحد يشك بخياله ويكذب طول الوقت. شو صاير لهالناس؟ عند الكام بالجامعة ما كان هيك. شلون يعني يشك؟ يراقبني وين ما اروح، بالبيت، بالعيادة، بالشارع. حاسة حالي سجينة، ما فيني اجي لعندكم الا بواسطة، وما يقدر حدا يجي لعندي. لك حتى بنات عمي ما يقدرون يجون لعندي بدون واسطة. بخاف، بحس اني اذا بقعد مع حدا ساعة واحدة ممكن احكي عليه. حظك عاسر. جدي بعمره ما اديته عليكي. مرة بالغلط وبقي ندمان عليها ليوم ما مات. أنا كل يوم تقريبا بمد ايده علي. شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. ما بدي أوجع لك راسك. بس من يوم ما تزوجت وأنا مالي مثلي لمرتاحة. لأن هالحياة الزبالة، لو أعرف هيك ما كنت أتزوج، لو يعلقون مشتقتي. لا تروحين من هون حتى تحكي لأهلك كل شيء. لازم يعرفوا ويتصرفوا، ما هن عاجزين. هم بيعرفوا بس ما بدهم يسمعوا. لازم تحكي لهم ويسمعوا. المرة الوحيدة سهل كسرها بهالديرة. هاي أرض ما يعيش فيها غير القوي. من أول أسبوع لهاليوم وأنا هيك عايشة. أعرف تريدوني أصبر وأتعود وأقول نصيبي. أنا بس حبيت أخبركم حتى ما تقولوا لي ليش ما حكيتي. تفضلوا لقولي حل. والحل اللي يريحك؟ طلقوني. أنا عايشة مع وحش مو مع بني آدم. هذا اللي كان ناقصنا، بس مطلقة. شبيها المطلقة؟ مو أحسن ما تعيش مع واحد يتغير؟ ما رح يتغير. اللي بيه طبيعة ما يغيرها. شوفوا حل أحسن ما يصير شيء وتفلت الأمور وما تقدروا أنتم تمسكوها. على القليل حدا يحكي معاه. الكذاب ما ينمسك. وسالم كذاب. سالم ابن عالم وناس وبيفهم. وبكلمتين بس، ها بكلمتين نحلها معاه. بس هي أكيد قامت جاكره. ما بي فايدة. شوف، يا تصدق بنتك يا تصدق سالم. وقمر إحنا نعرفها ما تكذب. كل النسوان يتوهمون.
تريد تقول يكذبون، بس استحيت. قمر ما تكذب، وسالم إيش ما حكى كذاب. أرجع أذكركم، شوفوا حل قبل ما توقع الفاس بالرأس. الفاس وقع وانشق الرأس، والزلمة مات واندفن بعد ما وقع الفاس. بس توقع أشوفك إيش راح تعمل. ساعتين ما تشربين شي ساخن ولا تاكلين زين؟ زين. اهلا دكتورة نجاة. اهلا وسهلا. اهلا سحورة. هلا قمر عملي لنا قهوة. مش دكتورة. ضروري تنزلي على الشغل؟ انا منيحة دكتورة. واضح من وجهي. اقعدي على الكرسي. لا انا ماني مريضه. معلش دكتوره مشان الجواسيس، وانا اوعدك المسا ما راح انزل. هلا لازم تنزلي. شرفي دكتوره، خليني اسوي لك الضرس. معلش من اجله دكتوره. ما في مشكله، بس حاولي الاسبوع الجاي تمري خليني ابيض لك وانظف لك اسنانك. ان شاء الله. عامل لك موعد دكتوره؟ مواعيد الدكتوره نجات عندي. عمرش دكتوره. بيعدنا حدا المسا؟ لا بس اتصلت الانسه كوثر. خليها تيجي يوم الاثنين. ليش؟ ما عنا حدا بكره. اقول لك يوم الاثنين، يعني يوم الاثنين. لا تناقشيني فاطمه، شايفه المرضى مكدسين؟ حاضر دكتوره. قمر قومي اوصلك. معلش حبيبتي عندي مرافقتي. لكن جايين وراك. يلا. يعطيك العافيه فاطمه. خاطرك فاطمة. الله معك. رايح اوصل دكتورة وارجع تسكر العيادة. ما زي سكر العيادة قبل نغسل الدوام، روحتوا على الساعة 2. امر ست فاطمة. الف الحمد لله على سلامتك، بشرفي مو مصدق عيوني. الله يسلمك الله يسلمك. هات لشوف. الو. مرحبا عمي ابو علي، جايب لك العريس وجاي. مسافة الطريق. ليش قلت لهم يا زلمه؟ يا هول تريد امك تنجرط من الفرحه. دورني بالبلد شوي. لحقاني؟ لا مو لحقاني، اريد تدورني هلا. امرك. من هون. حاضرين تحت امرك. للنساء فقط؟ خسارتك يا قمر. خلصني عاد من اوهامك، خلصني.